بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل في لقائنا هذا، وهو اللقاء العاشر، حول مقاربة سيد قطب، وفي مقارنتها بشكل كامل مع الإمام حسن البنا الذي أخذناها في اللقاء السابق. ثم ننطلق إلى مقاربات أخرى إن كان لدينا سعة من الوقت. إذا كان قطب يوافق البنا على أن التغيير يبدأ من الفرد ثم المجموعة فالمجتمع ثم الدولة، فأنه يصب في قلب كل ما في، لكنه يختلف عنه في أنه يصب في قلب كل مرحلة من هذه المراحل مفهومه حول الحاكمية الإلهية والجاهلية، ويصبغهما بالطابع السياسي وما أجبره على ذلك كما ذكرنا سابقا في المحاضرة السابقة، وتغير الظرف التاريخي والسياسي الذي عاشه والذي انتقل إلى مرحلة مواجهة عنيفة شديدة سياسية وأمنية بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام عبد الناصر. المجتمع الإسلامي الحق يبدأ في النمو في أحشاء المجتمع الجاهلي، هذا تصور سيد قطب، حتى لو كان إسلاميا بالاسم لكنه هو أعطاه صفة الجاهلية والجاهلية الجديدة، بمعنى الابتعاد تماما عن كل الشريعة الإسلامية، وقد يرى حتى أن فيه أخطارا أخرى، مآخذ أشد خطورة اليوم في ظروفنا من ما كان في المجتمع الجاهلي، وجود الغربنة بشكل كبير جدا والنبرنة في داخل مجتمعنا، وهم البعيدين تماما عن كل تصوراتنا الإسلامية. وهو يرى أن هذا المجتمع المصغر، هذا المجتمع الإسلامي الحق المصغر الذي تم بناؤه، هو يشكل لدى سيد قطب الصفوة المؤمنة، الطليعة المؤمنة، وهو هذا أحد مصطلحاته، أحد مفاهيمه التي تخوض المعركة الوجودية مع المجتمع والأنظمة الجاهلية. إذن هو في رؤيته يجب الوصول إلى هذه الطليعة المؤمنة، يجب الوصول إلى هذه الصفوة المؤمنة، وهنا قلنا في البداية هي انتقالا من انتقالا إلى الاصطفائية التي لم تكن موجودة عند حسن البنا تقريبا. كما أن سيد قطب نتيجة للتجربة ومعايشته لتاريخها وشروطها واستحقاقاتها، يوضح أن هذه المواجهة مكلفة في الأرواح والمادة والاستحقاقات المختلفة، لكنها في المحصلة هي الطريق الصحيح لإقامة الدولة الإسلامية، أي تحقيق التغيير السياسي. كان يرى أن التغيير السياسي، أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية هي محصلة جهود وطاقات الصفوة المؤمنة التي تم اختيارها من خلال بناء الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع. وهذا هو الربط بين كل أفكار رؤيته والتقاءاتها بشكل أو بآخر مع رؤية حسن البنا. سيد قطب لا يتورط في التأكيد على أن حصاد المواجهة سيكون بالوصول إلى أهداف التغيير السياسي، يرى أنها مواجهة قد توصلنا إلى التغيير إلى الإصلاح وقد لا توصلنا، لم يورط نفسه في التأكيد، لم يؤكد على هذا الشيء أنه سيوصلنا إلى إقامة الدولة، بل على النقيض من ذلك، بل يعتبر أن صبر الطليعة المؤمنة، الصفوة المؤمنة على الابتلاء وتحملها تبعات هذا الابتلاء مع المحافظة على عقيدتها وتمسكها بالمشروع الإسلامي السياسي هو جوهر الانتصار الحقيقي. بمعنى أن جوهر الانتصار الحقيقي بالنسبة لسيد قطب هو ليس تحقيق الهدف أو الوصول إليه، لأن المعركة شرسة ومتطلباتها كثيرة، ولكنه اعتبر أن صبر الطليعة على الابتلاء وعلى تحمل التبعات وتمسكها بالعقيدة الإسلامية الحقة وبالمشروع الذي يعبر عنها هو جوهر الانتصار، هي شروط الانتصار وهي جوهره، وهي التي ستوصل يوما ما، ليس بضرورة الآن، ليس بضرورة غدا، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة عند الله. وقد ربط ذلك أيضا
ببعد ديني كبير جدا باشع إلى كل طاقات أفراد هذه الصفة، هذه الطليعة للعمل والاستزادة منهم. وبهذه الطريقة التي حدد فيها شكل هذه المواجهة شرح متطلبات مرحلة المحنة، بمعنى أصح لأنه في حاجة إلى أن نعطي في وقت المحنة حتى نتصلب، حتى نقف على أقدامنا، حتى نستطيع المواصلة والاستمرار في عمليات المواجهة. لعل الهدف المتواري وراء كتاب سيد قطب معالم في الطريق وأفكاره فيه على الأغلب هي تثبيت أبناء جماعة الإخوان في هذا الامتحان القاسي. يعني معظم شروحاته، أفكاره، هدفه الرئيسي المتواري خلف كتابته لهذا الكتاب معالم في الطريق هو تثبيت أبناء جماعة الإخوان، تثبيت الصفوة الإخوانية في هذا الامتحان القاسي، وإعدادهم روحيا وسياسيا وفكريا لدفع ضريبة المواجهة. أن المواجهة لها ضريبة، وإن لم يعد الفرد فلن يستطيع الاستمرار أو الصمود. وقد شكل من نفسه مثلا وقدوة، وكان يمكننا القول أنه كان المثل والقدوة التي وصلت إلى مستوى أن يواجه عملية الإعدام، وصلت إلى مستوى أن يتحدى الحاكم الطاغية وأن لا يكتب له حتى ورقة التماس أو أعذار أو طلب للرحمة. وقد قال في هذا المجال، ونحن الآن بصدد يعني ما كتبه هو شخصيا، إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها، وليس هو الحياة الدنيا وحدها، وشهود المعركة ليس هم الناس في جيل من الأجيال وحدهم، إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها. بمعنى أصح أنه ربط مصير هذه الصفوة المؤمنة، هذه الطليعة المؤمنة في صراعها، في تحملها لكل تبعات هذه معركة المواجهة، أن لها علاقة بأخراهم، بعلاقتهم بالخالق أكثر من علاقتهم بهذه الأرض، بالناس الذي يعيشون معهم، بهذا الجيل الذي يعيشونه. بمعنى أن نضالاتكم مواجهتكم ستكون إلى يوم القيامة، ستكون في حساباتكم وفي موازينكم إلى يوم القيامة. وهذا كان دافعا قويا كبيرا لدى هذه الكوادر لمواصلة المعركة على الرغم من كل ما تحويه معركة المحنة مع النظام السياسي الطاغية من تبعات واستحقاق. المفهوم الآخر الحاكم في تصوره للتغيير عند سيد قطب هو المفاصلة، ويعني بالمفاصلة هو إنهاء المعركة، عدم التردد فيها، عدم المهادنة، اللي هو الإصرار على تحقيق الدولة الإسلامية واضحة الهوية والتشريعات. ما في مفاصلة، ما في قبول بأدنى من ذلك، ما في تنازلات، إصرار شديد على تحقيق هذا الهدف وهو الدولة واضحة الهوية تماما والتشريعات والسياسات، لا يفرط فيها، لا يهادن فيها، وهي التي تعلن التزامها بالشريعة الإسلامية بصورة واضحة، وعدم القبول بالدخول في اللعبة السياسية أيضا. يعني لم رفض أن يدخل في اللعبة السياسية معهم، وبالتالي كان هناك تمييز وتفريق بينه وبين النظم السياسية ومن قادها، أو التنازل عن شيء في المشروع، المشروع كله متكامل، أو التفكير في الالتقاء في منتصف الطريق مع هؤلاء الحكام الطغاة. فهو يجعل عنوان المعركة السياسية صارما حادا، إما الإسلام أو الجاهلية، لا يوجد تفريط، لا يوجد تهادن، لا يوجد مفاصلة، مقاسمة، لا يوجد تنازل في منتصف الطريق، هو صارم جدا، إما الإسلام وإما الجاهلية الجديدة. قال قائلا: ليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض. وهذا هو العنوان الذي قاد كل رؤيته السياسية للإصلاح.
وقد أكد على أن القرآن هو المنبع الرئيس للمشروع الإسلامي، وأن التراث والنظريات والأفكار ليست ملزمة للطليعة المؤمنة. القرآن، جيل قرآني، طليعة مؤمنة، صفوة، جيل قرآني فريد من نوعه، كان يشبهه بذلك الجيل الذي بناه وعلمه ودرسه وهذبه وشذبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك قطب وراءه أفكارا ستظل موضوع سجال ونقاش داخل الجماعة. يعني ذهب الرجل وأفكاره لا زالت موجودة وستبقى في جدال ونقاش وسجال داخل الجماعة، وسيبقى هناك اتجاه إخواني متأثرا بها يستدعيها في مرحلة المواجهة السياسية مع الحكومات، فيما سيتمسك اتجاه آخر بمنهج الانفتاح وتفسير أفكار البنا ورؤيته بعيدا عن خطاب قطب. إذن نستطيع الاستنتاج أو القول الآن من خلال هذه التفسيرات والشروحات التي قام بها المصنف أن هناك تياران موجودان، الاثنان موجودان بجوار بعضهم البعض، تيار ورؤية حسن البنا وتيار ورؤية سيد قطب. ولقد توصلنا معا إلى أن ما هي السياق التاريخي الفكري والسياسي والثقافي الذي عاشه حسن البنا وخرجت رؤيته، وما هو السياق التاريخي والفكري والثقافي والديني الذي عاشه سيد قطب وخرجت رؤياه فيه، وبقيت الاثنتين ولكل شروطها ولكل يعني محدداتها. فيما بعد حدثت المراجعات في السبعينات من القرن المنصرم وهو القرن العشرين داخل الجماعة وداخل السجون مع أفراد الجماعة، وتمخضت عن كتاب دعاء لا قضاء للهضيبي المرشد العام لحركة الإخوان عام 77. بمعنى صارت المراجعات شديدة وخرج كتابا يعبر عن رؤية الجماعة بشكل عام، لكنه لا يلغي أن التيارين لا زالا موجودين في داخل الحركة، دعاء لا قضاء. بمعنى أصح نحن لا نحكم على أحد، يعني لا قضاء يعني لا نحكم على أحد. وهذا كان تهذيب وتشديد لأفكار سيد قطب، أنه لسنا نحن الذين نحكم أن المجتمع كافر أو جاهل أو غير جاهل أو إسلامي، نحن ندعو. لم تقتصر رحلة الإخوان على مصر فقط، لقد عاشت جماعة الإخوان صراعا كبيرا دمويا في أكثر من بقعة جغرافية، في سوريا في نفس الفترة 87 وما بعدها في الثمانينات، ثم في العراق أيضا أصبح هذا. هذه الخبرة القاسية وهذه التجربة المريرة سياسيا وأمنيا وإنسانيا أوجدت المسوغات لبقاء خطاب ورؤية سيد قطب، وحيوية هذا الخطاب لدى اتجاه محدد داخل الجماعة. يعني بمعنى أصح هذا الظلم، هذه القسوة، التجربة المريرة التي يعيشها الإخوان المسلمون في سوريا، في العراق، في مصر، في تونس، في كثير من البقاع حتى اللحظة، هي التي حافظت على خطاب ورؤية سيد قطب وحيويته وبروزه كاتجاه بجوار اتجاه الإمام حسن البنا. فعلى سبيل المثال يعني خلال عقود السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم وهو القرن العشرين صدر الكثير من الكتب لقيادات الجماعة ومفكريها حول منهجها وتصورها للإصلاح العام والإصلاح السياسي، إلا أنها بقيت إما أسيرة لأفكار سيد قطب أو أسيرة لأفكار حسن البنا، وتدور في سياق الشروح والتوضيح والبناء عليه، والذي بدأت تحمله الحركة فيما بعد في تجاربها ومقارباتها الأخرى، والتي سننطلق إلى إحداها، والتي عاشت عملية وجود يعني هذين التيارين، هذين الرؤيتين في داخل الحركة. على سبيل المثال سنأخذ تجربة أو رؤية فتح ياكن في الحالة اللبنانية، والتي انطلقت من الإصلاح المرحلي في سياق التغيير الجذري، يعني قريبا من رؤية سيد قطب حول التغيير الجذري ولكن بشكل مرحلي، التغيير مستمر مرحليا لكنه هو يسعى إلى التغيير الجذري. ثم بدأت أفكاره فيما بعد
تختلف وتطور بصورة مختلفة. فتح يكن حافظ على الإطار العام لرؤية الإصلاح السياسي الإخواني في لبنان، إلا أنه طعم هذه الرؤية بين التأثر برؤية سيد قطب مؤكدا على مفهوم الحاكمية الإلهية. يعني هو اعتمد على رؤية حسن البنا، ولكنه بالنهاية قائمة إلى الإصلاح التدريجي، يعني من القاعدة إلى الهرم السياسي، لكنه طعمها بشكل أو بآخر ببعض أفكار رؤية سيد قطب، مؤكدا على مفهومه الرئيس عند سيد قطب الحاكمية الإلهية، والابتعاد تدريجيا مع الزمن في الفترات الأخيرة من عمره عنها. بدأ يبتدأ في نهاية عمره، توفى في 2009 الرجل، بدأ بعيد وانتقدها جزئيا أيضا حتى أفكار سيد قطب، واقترب أكثر من العمل السياسي المعلن العلني القائم على الاندماج في مؤسسات الدولة في المجتمع. وفي هذه الفترة خرج عن الجماعة الإسلامية اللي هي جماعة إخوان لبنان، مشكلا حزب إسلامي جديد. إذن فتحي يكن عاش كل هذه التصورات وعبر عنها في تدريج تدرج مرحلي في حياته، الإطار العام ثم طعمه برؤية سيد قطب حول الحاكمية الإلهية، ثم ابتعد تدريجيا ومع الزمن عن هذا المفهوم وانتقده، وانتقد أفكار سيد قطب، وبدأ يقترب من العمل السياسي المعلن، بمعنى من المشاركة السياسية واللعبة الديمقراطية والتعددية الموجودة في لبنان، حتى أن الحالة اللبنانية نفسها تفترض ذلك لتعدد الأديان، تعدد الطوائف، تعدد المذاهب في داخلها. وهذا ما دفعه لكي يتحدث حول الاندماج في مؤسسات الدولة والمجتمع. يعني لماذا لا ندخل؟ لماذا لا نكون جزء مسلمين في داخلها، كما الموارنة، كما الأرثوذكس، كما البروتستانت، كما المرضى أو حتى الشيعة أو حتى الدروز. وفي هذه الفترة خرج عن الجماعة، هذه الفترة خرج عن الجماعة الإسلامية تماما هي إخوان لبنان، وبدأ يشكل حزبا مستقلا لكي يقوم بممارسة بالتطبيق العملي لرؤيته حول ذلك. السمة الرئيسية لمساهمات فتحي يكن اللبناني في الخطاب الإخواني حول موضوع الإصلاح السياسي هو سعيه الدائم لتوضيح المناطق الرمادية. يعني هناك مناطق رمادية غير واضحة يختلط فيها الأبيض والأسود في هذه التجربة، وما المساحات الخالية في هذا الخطاب السياسي. ورأى أن من أهم المساحات الخالية والبقع الرمادية في هذا الخطاب هي أن لبنان كحالة مليء بالمذاهب والأديان وإلى آخره، ونحن كمسلمين جزء من هذا المجتمع المتكامل الذي لن يستقيم معه المطالبة بالحاكمية الإلهية، لن يستقيم معه إقامة دولة إسلامية. هذه رؤية، وبالتالي وصل إلى مستوى الاندماج، الدخول، المشاركة كجزء من باقي الأجزاء في نظام سياسي يعبر عن الكل. هو دائما محامي عالي الصوت، رجل كان وجماعة الإخوان والهيكل العام لتصورها الإصلاحي كان يتحدث عنه، وهو يفرق صراحة بين تصور البنا وسيد قطب لاستراتيجيات التغيير والإصلاح السياسي. ودعنا نأخذ هذه العبارة من أقواله: إن مقاربة سيد قطب كانت تحت ضغط المحنة، وجاءت تحت ضغط المحنة والتأثر الوجداني والنفسي بها، وكأنه يحاول أن يعني يجد عذرا له، يعني أو يجد مبررا لهذه الأفكار. يقول أن الإسلام منهج انقلابي وليس منهجا ترقيعيا، لا يقبل التصالح مع النظم الجاهلية ولا الالتقاء معها في منتصف الطريق. هذه رؤية قطب التي كان يأخذها هو أولا ثم ابتعد عنها، أو القبول بأنصاف الحلول. وقد تجاوز فتحي يكن ذلك، يعني يقول أن سيد قطب تجاوز في هذا رؤية حسن البنا الذي لا يشترط أن تتسلم الحركة الإسلامية نفسها الحكم، ولا يشترط استخدام القوة من أجل الوصول إلى الدولة. لكن ما قاله سيد قطب وما طرحه هو منهج انقلابي وليس منهجا ترقيعيا، يعني لا يقبل بهذا.
لكن فتح ياكم رأى أن الحركة لا يجوز لها أن تزهد في ذلك، يعني لا يجوز لها أن تزهد في أن تصل إلى الحكم كونها المؤهلة لهذه المسؤولية في ذلك الوقت، حتى ولو بالمشاركة، هذه التطور الجديد عنده، حتى ولو بالمشاركة مع الآخرين. ففي بداية السبعينات عند الصحوة أخذ على الحركة، حركة الإخوان المسلمين، المبالغة في الحذر في استخدام الثورة في التغيير، يعني حذرين جدا في القيام بثورة لإحداث تغيير، أخذ عليهم ذلك. والمفارقة هنا أن فتحي يكن ومع الزمن يطرح مقاربة النضال الدستوري، تخيلوا، يعني هو أخذ عليهم أنهم لم يؤسسوا، لم يشرحوا، لم يؤطروا حول الثورة من أجل التغيير، لكنه بالنهاية أخذ، ونهاية المصاف لدى فتحي يكن أنه أخذ بمقاربة النظام الدستوري، بمعنى أصح أنه سيدخل مع آخرين تحت دستور قد لا يكون إسلاميا. طبعا التجربة اللبنانية، الحالة اللبنانية عكست عليه يعني أشياء كثيرة جدا، التي تقوم على العمل داخل مؤسسات الدولة لتغيير وتعديل التشريعات. يعني قال لا يمكن لنا أن نغير أو نعدل التشريعات من خلال الثورة في التغيير التي كان أولا يأخذ حذرة من المبالغة باتجاهها، ثم انتهى به المطاف إلى نهائي الدخول والمشاركة بشكل نهائي في النظام الدستوري بشكل كامل لعملية إحداث التغيير لتوافق مع الشريعة الإسلامية. ولا أرى كيف يمكن أن توافق مع الشريعة الإسلامية في حالة لبنان بتعدد أديانها وتعدد يعني مذاهبها. وهو هنا يعيد التأكيد على رفض مبدأ الثورة والإصرار على الإصلاح التدريجي الذي هو كان بالأساس عند يعني حسن البنا. تغيير الظروف والشروط والمعطيات التاريخية في السنوات الأخيرة، الثمانينات والتسعينات في لبنان وفي غيرها، دفعت فتحي يكن إلى التقليل والحد من انحيازه لأفكار قطب. يعني موجة المواجهة في الثمانينات في التسعينات، تشددها، تصعبها، استحقاقاتها، وفي داخل الحالة اللبنانية نفسها، جعلته يتراجع عن تلك الأفكار التي تمسك بها من رؤية سيد قطب حول الحاكمية الإلهية والتمسك بالتغيير الجذري في الوسائل والغايات. بمعنى، دعنا نقول بين أقواس هذا الذي يوصف به فتحي يكن في لحظة من اللحظات، الانقلابية الشمولية وإعادة قراءة رسائل حسن البنا. يعني عاد من هذا إلى حسن البنا إلى الإصلاح التدريجي في سياق الوسائل الإصلاحية المعلنة التي تتحدث عن التدرج والانتقال من مرحلة إلى أخرى للوصول إلى الغاية النهائية وهي تحقيق الدولة، والتي أخيرا ذهبت به نتيجة لهذه الأفكار إلى النضال الدستوري. يعني لم تذهب به إلى دولة الإسلام، ذهبت به إلى النضال الدستوري الذي يحوي معه يعني تعددية سياسية، لعبة ديمقراطية، آليات ومبررات والقبول بالآخر بكل هذا المعنى. النقطة الأخرى في أفكار فتحي يكن حول عملية هذا التغيير والإصلاح السياسي قد يعني سنعرفها، ولكنها تشير أيضا إلى ذلك المستوى الذي وصل إليه من القبول بالنضال الدستوري، القبول بالمشاركة، بمعنى أصح المشاركة السياسية كيف ولماذا عند فتحي يكن، بما أنه طالب بالمشاركة السياسية للدخول إلى هذا النظام الدستوري وإعطاء المسلمين فسحة في داخله من أجل يقوموا بعملية إحداث التغيير التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. لا أدري كيف، لكن هذه رؤيته، وتحديدا يعني في لبنان اشتد الجدل في أوساط الإخوان المسلمين حول قضية المشاركة السياسية، ليس في لبنان فقط، ولكن في الحالة الأردنية، في الحالة المصرية، في الحالة العراقية، في الحالة التونسية، اليمنية، المغربية أيضا، هناك العدالة والتنمية والعدل والإحسان. خلال السنوات السابقة كان هناك جدل شديد، فشهدت الجماعة حالات الشد والجذب، يعني مع أو ضد بين اتجاه وصف بالأيديولوجي أو المتشدد في داخل
حركة الإخوان المسلمين، واتجاه آخر وصف بالعملي أو البرجماتي النفعي، أين المنفعة أين المصلحة لذلك. وقد تموضع بين هذين الاتجاهين الأيديولوجي المتشدد والعملي النفعي البرجماتي طيف متعدد جدا من المقاربات والاتجاهات، من حيث رسم حدود وصيغ المشاركة، حدود المشاركة صيغها أبعادها أهدافها، وذلك بين من يجيز المشاركة فقط في السلطة التشريعية لتغيير التشريعات والقوانين، ومن يصوغ المشاركة في السلطة التنفيذية في الحكومات لتحقيق مكسب سياسي. وهاتين الرؤيتين هما التي سيطروا على رؤى الإخوان المسلمين حول المشاركة السياسية. فتح يكن واحد من هؤلاء الذين طالبوا بالمشاركة، واضح بالبرلمان لتعديل وتغيير القوانين الشرعية، واضح في النظام السياسي السلطة التنفيذية في الاثنتين، يعني كان مع رؤيتين من أجل إيجاد مكان للمسلمين، واستخدم كلمة مسلمين ولم يستخدم كلمة الحركة أو الجماعة، للمسلمين بين الطوائف والملل والأديان الأخرى. ضمن هذا السياق يقدم فتحية رؤيته، والتي تقوم بالأساس على الموازنة بين الاعتبار الأيديولوجي الفكري الرئيسي، وهو التغيير الجذري والمنهج الانقلابي الذي بدأ به مع سيد قطب والحاكمية الإلهية، والاعتبارات العملية الواقعية مع التأكيد على عدم المساهمة في ترقيع مشكلات وأزمات النظام الجاهلية، وعدم البحث عن حلول لها بل العمل على تعريتها وتبيان ضعفها. وهنا نراه يميل إلى عملية المشاركة في العملية السياسية بشكل أو بآخر، ولذلك نستطيع الاستنتاج أنه وصل إلى أن المشاركة السياسية تمكن المسلمين من الدفاع عن أنفسهم، يعني في ظل خضم مجتمع متعدد الطوائف والملل والأديان ولو حتى والأفكار السياسية، والمسلمون واحد من عدة في داخل الحالة اللبنانية والحالة الأردنية أيضا إلى حد ما، وجد أن المشاركة السياسية تعطيهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم وتحسين ظروفهم وامتلاك أسباب القوة لتحقيق المشروع وأهدافه العامة في المستقبل بشكل تدريجي قد يكون طويل قليلا لكنه يوصل إلى السلام. وقد استذكر هنا هو نفسه في كتاباته حلف الفضول الذي كلنا نعرفه، والذي عقد في الجاهلية قبل الإسلام، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أدعى به في الإسلام لأجبت، يعني لو وافقت عليه ودخلت فيه. وطبعا احنا نتحدث هنا عن عهد حلف الفضول، حلف الفضول بين كل الكفرة والجاهلية القديمة كلها التي بعيدة عن الإسلام، والرسول كان يؤكد على احترامه لهذا. هذه المشاركة في تصوره، في تصور فتح يكن، لا تعني مشاركة الإسلام للنظم الوضعية في الحكم، كما أنها ليست البديل عن الحكم الإسلامي، مرحلة وسطى، مرحلة وسيطة نستطيع فيها المحافظة على المسلمين، تحديد مكان لهم محددة، ثم الانتقال منها إلى غيرها. هذا يعني قمة التفكير التدريجي في الإصلاح، لكن بعيدا عن عملية المواجهة والانقلابية الشمولية التي كان يعتمدها في بداية حياته الفكرية. ربما ما يستدعي التوضيح والتبيان أنه وفي مرافعته عن المشاركة السياسية فتح يكن كان يستخدم مصطلح المسلمين وليس الحركة الإسلامية أو الإسلاميين، يعني لم يتحدث عن الإسلاميين حتى لا نقول الإسلاميين الحركين، ولم يتحدث عن الحركة الإسلامية حتى لا نقول أنها حركة الإخوان المسلمين. كان يستخدم مصطلح المسلمين كفئة كطائفة كملة كدين في داخل الحالة اللبنانية، موجودة بجوار المسيحيين الموارنة والبروتستانت والأرثوذكس، وبجوار الشيعة والدروز وهكذا. إلا أن هذا يقرأ، يمكن قراءته في سياق حديثه عن التجربة اللبنانية فقط التي تتضمن تلك الطوائف والأديان كما ذكرت أنا آنفا، أي كان يطالب المسلمون بالاندماج،
فتحياكين كان أخيرا يطالب المسلمون بالاندماج في النظام السياسي اللبناني وأخذ مكانة محددة بين متعدد، ومن خلال اللعبة الديمقراطية وأولوياتها وشروطها في إمكاننا أن نحسن من أوضاعنا ونكون مقررين، ويمكن أن نغير في الدستور والقانون بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. هذه هي الرؤية النهائية لفتح يكن باتجاه عملية الإصلاح السياسي أو التغيير، وطالب بعدم الاستنكاف عن الدخول أو الاندماج في هذا النظام باعتباره ليس نظاما إسلاميا خالصا، يعني لن نصل إلى 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 نظام إسلام. في معرض تعريفه للحالة اللبنانية قال فتح يكن أن هذه الحالة تشتمل على تعددا وتنوعا حضاريا وثقافيا ودينيا لا تصلح لإقامة حكم عقائدي، وأن الواقع اللبناني ليس فيه مقومات الدولة إلى حد ما، فكيف إذا كانت عقائدية؟ واستند إلى هذه الفكرة كثيرا في بلورة رؤيته للإصلاح السياسي في داخل لبنان. يعني عندما عرفها يعني حالة تشتمل على تعدد وتنوع حضاري وثقافي وديني، وبالتالي لا يمكن أن يقوم فيها إقامة حكم عقائدي سواء كان للمسيحيين أو المسلمين لوحدهم، وبالتالي سيتم إقصاء الآخرين وسيتم اعتماد العنف وإلى آخره والثورة، وهو ليس مع الثورة. إن الواقع اللبناني ليس فيه مقومات دولة، أيضا هو هذا لا يجمع على مقاومة الدولة حتى نقوم بإقامة دولة إسلامية، فكيف إذا كانت هذه الدولة عقائدية يعني بالمنطق الإسلامي؟ ربما تذكرنا هنا مقاربة فتح يكن حول تشخيصه للحالة اللبنانية وتعاطيه معها وتغير أفكاره متدرجا من حسن البنا إلى سيد قطب، ثم إلى مغايرة سيد قطب تماما والاقتراب قليلا إلى حسن البنا، ثم الابتعاد عن حسن البنا تماما والمطالبة بالاندماج في داخل المجتمع والدولة. يذكرنا بمقاربة مثيلة لها في شقيقة لبنان في الساحة الأردنية، إذ تشير مقاربة مشابهة لهذا إلى عدم طموح الجماعة لإقامة دولة إسلامية في الأرض والاكتفاء بأهداف وسيطة، أهداف جزئية ضمن المشروع السياسي العام لاعتبارات قريبة مما هو في الحالة اللبنانية، من ضمنها وأهمها عدم امتلاك الأردن مقومات دولة. إذن فكر الإخوان المسلمين بشكل عام كان لديه تصور أن فكرة إقامة دولة إسلامية في الأردن، في لبنان، في بعض المناطق الأخرى الشبيهة بمثل هذه، هذا مستعصيا، وبالتالي اكتفوا بالمشاركة والاندماج من أجل تغيير الدستور وبعض القوانين لكي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. دعنا نقول أيضا، وقد يشي هذا أو يبين أو يوضح في ذلك بوجود تصور لدى الإخوان المسلمين، وكأن هناك تصور لدى الإخوان المسلمين حول الدول المؤهلة لإقامة الدولة الإسلامية والتي طرح فيها المواجهة والمصارعة والصراع السياسي من أجل إقامة الدولة والتي تطمح إليها الجماعة. على سبيل المثال مصر، سوريا، العراق، اليمن، كان هناك تصور لديهم أن هذا هناك مقومات لدولة، هناك إمكانية للوصول إلى دولة إسلامية، حيث أن هذه المناطق جغرافيا أو هذه الدول تمتلك مقومات جغرافية وسكانية واجتماعية وسياسية كفيلة بتوفير شروط وعوامل القوة لهذه الدولة اللي هي المناط أو الهدف الرئيس للحركة. هذا ينقلنا إلى مفكر آخر أو إلى رؤية أخرى، رؤية محمد قطب، وهو شقيق سيد قطب، التي قامت على بناء قاعدة الحكم الإسلامي. نجد هنا في مقاربة محمد قطب فرق كبير جدا، يعني بخلاف فتح يكن الذي انتقل ضمنيا مرتحلا مع تحولات خطاب الإخوان ومدارسهم المختلفة من حسن البنا إلى سيد قطب إلى غيره، ثم غادر سيد قطب ثم ذهب إلى المقاربة التي تحدثنا عنها حول المشاركة والاندماج، محمد قطب يختلف عنه تماما، فمقاربته تقوم في الإصلاح السياسي على كامتداد
مستمر ثابت لأفكار أخيه سيد قطب في ساحة العمل الإسلامي بعامة وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص. على الرغم من تجاوز المبادرات الإخوانية في الإصلاح السياسي في السنوات الأخيرة، رؤية كل من سيد قطب ومحمد قطب، الاثنين رؤية واحدة، يعني تجاوزتها المبادرات الإخوانية في الإصلاح على السواء، إلا أن هذا لا ينفي أن هناك اتجاها واضحا داخل الجماعة يمثل امتدادا لهما، لسيد قطب وأخيه، متمسكا بأفكارهما. يعني انخفض مستوى التركيز عليها، بعد المبادرات الإخوانية في الإصلاح بعدت في السنوات الأخيرة عن هذه الرؤية، لكن لا زالت هذه الرؤية موجودة، ولا زال لديها يعني من يساندها وتيارا موجودا في داخل الجماعة. هذا السجال موجود مع ذاك التيار الأقرب إلى الواقعية البراغماتية، إلا أن المقاربة القطبية، أقصد الاثنين، مقاربة سيد قطب ومحمد قطب، إنجاز التعبير تسميتها بالمقاربة القطبية، تمثل موردا فكريا أساسيا للتيار الأول الأيديولوجي المتمسك له إقامة الحكم الإسلامي. محمد قطب عاش محنة الإخوان كما أخيه، حتى قال قطب كلهم في سجون الحقبة الناصرية، واستقر به المقام أخيرا في السعودية ليستأنف المقاربة ذاتها، حيث لم يحد ولم يبتعد عن خطوطها العامة التي وضعها سيد قطب تقريبا. فأوجد اتجاها فكريا جمع بين أفكار أخيه سيد قطب وأسس المدرسة السلفية التقليدية في السعودية، وأطلق على هؤلاء ما سمي بالقطبيون الجدد. قطبيون الجدد بمعنى الذين مع اتجاه التغيير الجذري مع الصفوة الإسلامية، مع الطليعة المؤمنة التي ستحدث يعني التغيير، كما كانت الحركة السلفية التقليدية في السعودية التي بنأت على الفكر الوهابي، التي قامت على التجديب والتهذيب وعملية تغيير أسس النظام كاملا وتحويلها إلى نظام إسلامي سلفي، ومن ثم أيضا حتى في بعض جوانبها ذهبت إلى عملية التغيير الجذري في المناطق البعيدة، فيما بدأ يعرف فيما بعد بالسلفية الجهادية يعني بشكل كامل. تصور محمد قطب للإصلاح السياسي يعتمد على المنطق الجذري في التغيير، حيث يفترض وجود معركة بين المشروع الإسلامي والجاهلية المعاصرة المحيطة به، ولا فكاك ولا مفاصلة كما قلنا سابقا عند سيد قطب، ولا مفاصلة ولا مهادنة ولا وصول إلى منتصف الطريق في أفكاره. هو التغيير بعينه، التغيير الجذري الذي يقلب الأمور رأسا على عقب ويقضي على الجاهلية المعاصرة ويأتي لنا بالحكم الإسلامي، بالمشروع الإسلامي، بالدولة الإسلامية. بمعنى أصح، إن أردنا الإضافة أكثر، أن محمد قطب في رؤيته مع فتح معركة مواجهة على ساحتين في تصوراته. الأولى، الساحة الأولى داخلية، يعني داخل العالم الإسلامي، في مواجهة الحكومات التي لا تطبق الشريعة، حكومات الطغيان والاستبداد السياسي والتمسك بأفكار وثقافات الغربنة واللبرلة، والابتعاد تماما عن الفكر الإسلامي وعن الشريعة الإسلامية. وهذه النظم اللي في الداخل والتي شكلها الاستعمار وأصبحت أداة، أحد أدواته، بل أهم أداة من أدواته في عملية السيطرة والتحكم في شعوب المنطقة العربية الإسلامية. الساحة الأخرى التي هو يوافق على فتح معركة فيها هي مع الخارج، أي العالم الغربي الداعم لهذه الحكومات، لأنه يرى فيه خطرا على العالم الإسلامي، يرى فيه تغولا كبيرا على العالم الإسلامي، ويسد الطريق أمام نهوض الإسلام وإقامة
الحكم الإسلامي مستندا على أدواته الموجودة على رأس النظم السياسية في العالم العربي الإسلامي. هذا العالم الغربي الذي يضع العقبات والقيود أمام تطبيق أو دون تطبيق الشريعة وعودة الإسلام للحكم، لا يريد عودة الإسلام للحكم، لأن عودة الإسلام للحكم تعني إغلاق هذه المنطقة أمامه ووجود خطر آخر شديد عليه، وجود عدو جديد له. محمد قطب يرى أن المعركة هذه أساسية وضرورية ولا يمكن التخلص منها، لا يمكن الهروب منها، يجب مواجهتها وهي على جانبين داخلا وخارجا. وكتبه ومؤلفاته تستغرق أفكار سياسية، يعني نجد أن في كتاباته ومؤلفاته مجمل أفكاره السياسية التي يتحدث عن هذه النقاط ابتداء من جاهلية القرن العشرين، يعني كتاب جاهلية القرن العشرين بدأ فيه حول الجاهلية والحاكمية الإلهية، الإنسان بين المادية والإسلام، مذاهب فكرية معاصرة، هذا ووصولا منها إلى كتابه لا إله إلا الله منهج حياة الذي وضع فيه يعني معظم يعني أفكاره. وثم وصلنا إلى الكتاب الذي يحمل ويرخص مقاربته تماما وهو واقعنا المعاصر. نكتفي بالوقوف هنا عند هذه اللحظات، وسنعالج موضوع واقع المعاصر في أفكار محمد قطب في اللقاء المقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.